هلا مبسوطة أنت؟ مبسوطة؟ طيب يا هلا أنت تتمنى تضلك عايشة هون في المقبرة ولا تطلعي مكان ثاني؟ طيب ليش بدك تضلك عايشة في المقبرة؟ مبسوطة أنت في العيشة هون؟ طيب يا هلا خليها تحكي مش إشارة استني. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ سندس أحمد الناصر. أهلا وسهلا فيك يا سندس. سندس مبسوطة أنت وأنت عايشة هون؟ مبسوطة؟ طيب ليش مبسوطة؟ عشان عايشة هان. عشانك عايشة هان؟ يعني العيشة في المقبرة حلوة؟ اه. مبسوطة كتير؟ اه. طيب يا ايش اسمك قلتي لي؟ سندس. طيب يا سندس، طيب يا سندس لو حد قال لك بدنا ننقل من المكان هذا؟ اه بنقل. بتنقلي؟ آه. يا طيب، أنت بتخافي وأنت عايشة هان؟ اه. أنت عايشة هان لحالك ولا إلك إخوات؟ الإخوات. إلكوا جيران؟ اه. بتلعبي هان في المقبرة يا سندس؟ لا. طيب أنت إلك هان جيران؟ إلك أطفال أصحاب بتلعب معهم أنت وياهم؟ طيب أنت ليش بتخافي من هان؟ أنت بتقولي قلتي إنك بتخافي بالليل. بس يجي الليل بتخافي. آه. آه؟ آه. تمام، طيب إيش بتوجه رسالة لبابا سليم؟ شكرا لك يا بابا سليم، نتذكرك كل يوم. Thank you.
الله يعطيكم العافية. وأنا بشكر كل واحد ساهم في هذه المنطقة، يعني إنه يديهم مساعدات، لأنه عن جد دخلت الفرحة في الأطفال وهاللبس اللي لبسوه، انبسطوا كتير وبدعوا لكم بالخير، والله يقدركم على الخير وبارك الله فيكم، لأنه عن جد عن جد الأطفال حسوا اليوم بالفرحة كتير كتير، فرحوا انبسطوا كتير، يعني هذا ربنا من فوق إن شاء الله غير يطلع لكم، ودائما دائما ربنا يقدم فيه الخير لكم كمان وإلنا إن شاء الله. الله يجزيكم الخير، الله يجزيكم الخير، بارك الله فيكم. شكرتكم كثير لانه اليوم فرحتونا ودتونا الملابس ولعبتونا وجبتوا السبونج بوب، ويعني فرحنا كثير يعني، ورسمتوا لنا على وجهنا ويعني اشياء كثير فرحتونا. شكرا لك بابا سليم، زي ما انتم شايفين هاي احنا عايشين بين المقابر، واحنا عاملين دار يعني من زينجو، واحنا حياتنا كتير صعبة يعني ما نقدرش نوفر اي حاجة، والحمد لله يعني بابا سليم انه وفر لنا الملابس ويعني وفرحنا اليوم وانبسطنا احنا كتير لما رسمت لنا على وجودنا، وشكرا بابا سليم. انا اسمي الاء ياسين، عايشين بالمقبرة يعني، فرحتونا اليوم واحنا فرحنا كتير ورسمتوا لنا عوجوهنا كتير يعني وفرحتونا، احنا نفسنا نلعب فيش عنا ولا لعبة يعني كتير فيش. شكرا لك يا بابا سليم.